فكر فيه. راحت لبيتها يقول عشت ويا زينب هو يحشي، يقول عشت ويا زينب حياة سعيدة لأن كانت امرأة مطيعة، امرأة مقدسة واقعا، معصومة، عندها أخلاق فاطمة الزهراء. بس بيوم شيبتني. شلون شيبتك؟ الإخوة وياي قالهم بيوم شيبتني اجت وقفت وقالت عبد الله، قلت لها ايه؟ يقول ما حكت، راحت قعدت. يقول هيك خلت ايدها على وجهها وقفت ومشت. شبيك زينب؟ قلت عبد الله ايه؟ قالها شبيك، ليش جسمك يرجف؟ قالت له الحسين يريد يسافر. قالها ها المعنى؟ قالت له شوف انت تقدر الان تمنعني، لان الرجل اذا طلب من الزوجة انا مطيعة، بس ثق واعتقد بمحمد رسول الله، اذا تقول لي لا راح اموت هسه ما اروح، بس ما اضمن لك اعيش، راح اموت. يقول باوعد ما قدرت، اجهشت بالبكاء، قمت ابكي مثل الاطفال. قالت لي ليش تبكي؟ قلت لها هل كنت تحبين الحسين؟ اي حب هذا؟ قالت له تسمح لي مروتك ابو علي. يقول هي بتشتني بس البتشاني اكثر ابو علي. ليش يا عبد الله؟ يقول قلت لها روحي سوي اللي تريدين، افعلي ما تشائين. قالت له ممنونه رحم الله والدك. يقول راحت اخذت اغراضها، قالت ممكن توصلني؟ جابوا بني هاشم ظللوا لها، راحت. يقول اول ما وصلنا البيت ابو علي، يقول ابو علي مو بالبيت، واقف بالشارع. قال وينظر الاول الشارع، يقول اول ما شافها ضحك وبكى. قال العباس ها؟ قال له زينب رايحه ويانا. قبل عبد الله. يقول فتح يديه هيك، قال زينب. يقول ركضت عليه وشو بكى؟ قلت الله الله يا اولاد الزهراء. يقول يعشقها، هي تعشقه. يقول دخلوا للداخل، قالها هم صدق رايحة وياي؟ قالت له إيه يا بعد عيون زينب. قالها زينب شكرا، ما أقدر أعيش إذا زينب مو وياي. قالت له أفديك بروحي.